مسابقة مفتاح مشروعك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. تمويل بقيمة 100,000 جنيه من الجهاز ومقر للمشروع مقدم من وزارة الشباب والرياضة. قدم فكرة مشروع واستفيد بالمميزات الإضافية اللي بيقدمها الجهاز. 81 مشروع، 3 مشروعات في كل محافظة هيكسبوا المسابقة. فكر وقدم، مستقبلك محتاج فكرة. لمعرفة تفاصيل المسابقة والتقديم اتصل بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733 أو على موقع جهاز تنمية المشروعات www.msmeda.org.eg أو موقع وزارة الشباب والرياضة www.youth.gov.eg أو فروع جهاز تنمية المشروعات في جميع المحافظات. مستقبلك محتاج فكرة.